اتفضل. حضرتك بتتكلم ان هو لما بنيجي ندي مثل للتجاوز في حقوق الانسان بنتكلم على قطاع غزه. بالظبط. طيب اوروبا تتضامن يعني قولا وفعلا وشكلا ومضمونا، ويعني لو في اي حاجه تانية ناقصه بتتضامن مع ما يحدث من الدوله المحتله. والنهارده بنتكلم على حقوق الانسان اللي دايما بيطلع البرلمان الاوروبي يتحدث عن حقوق الانسان. كان في بيان صدر من مصر اللي موقفه لحد يعني بقى لها يومين المساعدات امام يعني قطاع في رفح تحديدا لدخولها لقطاع غزه، وفي تعنت وهنا نحط تحتها 1000 خط من اسرائيل لدخول هذه المساعدات ورفضت دخول المساعدات. ويمكن اثبتنا خلال الفتره اللي فاتت وبالافعال وليس بالاقوال ان مصر دوله تقود ولا تقاد. فين حقوق الانسان اللي بيتحدثوا عنها؟ الاجابه بسيطه جدا، ولو نحط لها عنوان تاسيس ملف حقوق الانسان، استخدام ملف حقوق الانسان كورق ضغط سياسي. حقوق الانسان احد اهم القوى الناعمه اللي بيستخدمها الغرب للاسف الشديد، وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه، لحمايه مصالحها. طب بندلل الكلام ده بايه؟ ان مع تعاقب الادارات سواء الجمهوريين والديمقراطيين يختلف الملف خالص. دونالد ترامب كان يشيد بالتحسينات التي طرأت على ملف حقوق الانسان في مصر، وعندما صعد جو بايدن الى سده الحكم تغير تماما. يعني احنا ما عندناش ثوابت في امريكا للتعامل مع ملف حقوق الانسان حسب الاهواء وحسب المصالح. الغرب الجزء الثاني، الحقيقه الاتحاد الاوروبي من وجهه نظري ومن خلال تعاملي معاهم يعانوا من سذاجه في التعامل مع ملف حقوق الانسان. هم يستقوا المعلومات من طرف واحد فيما يخص حتى في موضوع غزه، حتى في موضوع ملف حقوق الانسان في مصر. دائما هناك عدد من المنظمات الدوليه التي لها صبغه سياسيه، وعلى راسها هيومن رايتس ووتش وامنيستي العفو الدوليه، بالتعاون مع بعض المنظمات اللي احنا بنقول عليها تنتمي الى جماعه الاخوان، وظهرت بعد 2013 وتحركوا بشكل سريع جدا. يعني هنا في حد في جزء من الغرب بيستخدمه لحمايه مصالحه، وهنا في سذاجه. طيب الغرب ليه دايما بيضغط على مصر؟ مثلا ملف حقوق الانسان والقرار اللي صدر بعدد 379 صوت في البرلمان الاوروبي، لانه هو بيشوف ان الدوله المصريه دوله كبيره، هناك علاقات امنيه وسياسيه، فعلى الدوله المصريه ان تحترم حقوق الانسان. ولكن انت تستقي المعلومات من طرف واحد، انت عندك تقارير يعني تفتقر الى النزاهه والحياديه. ده ببساطه شديده جدا ملف حقوق الانسان تم تاسيسه. طيب لما نيجي نقول مجلس دولي حقوق الانسان، مجلس دولي فقد جزء كبير جدا من نزاهته وحياديته وقدرته على التاثير في صنع القرار الحقوقي. هي جهه رصد مش اكتر، القرار العقابي في ايد مجلس الامن، لكن حتى جهه الرصد دي هناك في تاسيس ملف حقوق. لك ان تتخيل ان في 2018 الولايات المتحده الامريكيه سحبت عضويتها من المجلس الدولي واهانت المجلس الدولي، وقالت ان هو مجلس مسيس وليس له قيمه. من ليه؟ لانه كان في جمعيه او جلسه غير عاديه تدين اسرائيل. النهارده احنا بقى عندنا البند السابع، عندنا 10 بنود في الدورات في المجلس الدولي 3 مرات في السنه، في بند كامل بيتكلم عن اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه، ولم يستطيع المجلس الدولي حقوق الانسان بكم التقارير والاليات اليه العرض الدوري الشامل اللي بتدين اسرائيل قلبا وقالبا ان هو ياخد قرار يوديه لمجلس الامن، عشان عارفين انه القرار السياسي هو مسيس. النهارده جلسه في مجلس الامن عشان يستصدر قرار لوقف اطلاق النار في غزه واعترضت الولايات المتحده. طيب احنا تاني هرجع تاني اكرر سؤالي، المساعدات الانسانيه نادى بيها الرئيس السيسي والتحالف الوطني بعت كميات من المساعدات الانسانيه الى الان، يعني احنا بنتكلم اهميه دخول هذه المساعدات وتاخيرها خطورته ايه؟ كوره في ملعب المجتمع الدولي. احنا النهارده الدوله المصريه من اول دقيقه بدات تتحرك على المستوى السياسي ودوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هناك في تعنت من الغرب، هناك في تعنت من الولايات المتحده الامريكيه. هل النهارده لو اسرائيل او صدر قرار او في اجبار من الولايات المتحده الامريكيه انها تتوقف ويبقى في وقف اطلاق النار، اسرائيل هتلتزم. بس للاسف الشديد احد اكبر القوى يعني الدوليه في العالم الطبي متهالك الان في قطاع غزه، والمستلزمات الطبيه انتهت ان لم يكن خلاص. يعني هل حضرتك هل مقبول اصلا ان احد التصريحات من المسؤولين الاسرائيليين ان هو بيجبر او بيضغط على الفلسطينيين ان هم ما يعني هذا تصريح سخيف جدا الحقيقه، وهم تراجعوا عنه في الاخر. يعني في وقت ما الدوله المصريه بتحاول ان هي تساعد على المستوى السياسي والمستوى الامني والمستوى الانساني، هناك من يريد ان يضر بمصلحة الأمن القومي المصري. ولكن الحقيقة أن الدولة المصرية دائما ما بتترفع عن هذه الأمور، لأنه الدور المصري في غزة وفي فلسطين دور تاريخي من 1948. يعني أنا أتذكر أنه بعد 2011 تضررت مصر بشكل كبير جدا على المستوى الأمني من قطاع غزة، لكن لم تلتفت، لأنها دائما ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة هي يعني الفكرة الأشمل والأعم. فاحنا بنتكلم دلوقتي انه هناك في رغبه انتقاميه شديده جدا، وبيحاولوا ان هم يعطلوا القرار السياسي اكبر وقت ممكن عشان الضربه الانتقاميه دي تقدر ان هي بالبلدي كده تشفي غليلهم. ما حدث معهم هو غير مسبوق،
وهناك في ضغط سياسي وضغط شعبي كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية في الداخل، وهو واللي بيحصل دلوقتي له أغراض انتخابية وله أغراض سياسية على حساب يعني دم الفلسطينيين. احنا بنتكلم ان الدولة المصرية في اليوم اللي هيتفتح هتبدأ في وقف إطلاق النار، هتتحرك القوافل الطبية والقوافل الإنسانية اللي موجودة بالفعل وهي جاهزة فعلا. وعلى فكرة الدولة المصرية كانت مستعدة للتحرك من البداية من ديوان، ولكن للأسف الشديد مع التعنت الإسرائيلي بدعم أمريكي كبير جدا على المستوى السياسي، يعني النهارده حملة طائرات بتكون موجوده، يعني انا بديك الدعم العسكري وبديك للرؤساء ورؤساء الوزراء واخرى امريكيه، انا بديك غطاء سياسي وغطاء عسكري لمزيد من جرائم الحرب داخل قطاع غزه. هذا هو المجتمع الدولي اللي احنا بنتعامل معاه، هذا هو الكيل بمكيالين.